عباقرة الجامعات ومباراة مهمة جدا في المجموعة الرابعة. وهفكركم بالنتيجة: جامعة السويس 40، جامعة المنصورة 35. جامعة المنصورة عندنا تغييرين، أحمد وحيد نزل مكان صابر عبد المقصود، وتسنيم مصطفى نزلت مكان إسراء عماد. ازيك يا تسنيم؟ ازي حضرتك؟ اخبار حضرتك؟ بتشارك الاول مره في الموسم ده؟ بالظبط. احساسك ايه؟ والله احساسي ان انا كنت عايزه اشارك يعني طول الموسم اللي فات اكتر واتواجد في مباريات اكتر، بس يعني حظنا ما حلفناش، بس ان شاء الله اشارك اكتر في الموسم ده. طيب قولي يا تسنيم، اخبار الطبخ ايه؟ والله الحمد لله ما شفناش يعني حاجه خالص، بنسمع بس. بتعرفي تعملي ايه حلو؟ والله حاجات اكتر حلويات باخدها معايا الجامعه بقى. فعلا؟ بتعملي ايه حاجات حلوه؟ كوكيز بقى، على بسكوتات، على تسنيم الماتش الثالث هتجيب معاها شوكولاته وبسكوت وكوكيز وكل حاجه. اتدبست انت على الهوا خلاص. لا لا ده يا ريت والله. اتدبستي. ايه رايك في ماتش النهارده؟ والله انا شايفه ان المباراه ما شاء الله متكافئه الى حد كبير، وان شاء الله يعني متفائلين جدا. يعني المباراه صعبه، واعتقد ان اللي هيكسب الثلاث نقط بتوع ماتش النهارده هيتاهل لدور الثمانيه، ده رايي ان شاء الله. ولا ايه رايك؟ انا شايفه بالتوفيق يا تسنيم. وحصل عندنا تغييرين في جامعه السويس: ايه روق نزلت مكان رحمه عصام، وسمير عبد اللطيف نزل مكان ماهر طارق. القعدة يا سمير هنا أريح ولا في الاحتياطي أريح؟ أكيد بره طبعاً. صح؟ مظبوط. مسؤولية إيه؟ أكيد مسؤولية كبيرة. بس أنتوا عاملين موسم كويس، بداية موفقة يعني. الحمد لله. بالتوفيق. نرجع بقى للفقرة الثانية، فقرة المعرفة. المعرفة. المعرفة أربع أسئلة واحد لواحد. معلومات عامة، رياضة، تكنولوجيا، وقدرات ذهنية. ميرنا وآية، آية روق وميرنا محسن. وسؤال في المعلومات العامة بعشر نقط، والفرق في النتيجة خمس نقط. معلومات عامة، والسؤال هو: ما هي القارة الوحيدة التي تحكم كل دولها بالنظام الجمهوري؟ أمريكا الجنوبية. 12 دولة، إجابة صحيحة. برافو عليك يا ميرنا. أمريكا الجنوبية هي الإجابة الصحيحة. وكان النتيجة 45 المنصورة، 40 جامعة السويس. سؤال في الرياضة، رياضة، والسؤال هو: في أي الرياضات الفردية تحترف اللاعبة المصرية آية حمادة؟ حظك حلو، سؤال عن بطلة مصرية. إجابتك سباحة. سباحة، إجابة خاطئة. مفاجأة بس، البنت دي كسبت بطولة العالم للمكفوفين، وفازت على البطلة الأوكرانية، والبطولة كانت في القاهرة 2019. كان عندها كم سنة بقى؟ معجزة. 13 سنة. إجابتك بصراحة يا راجل، يعني انا بقول لك بطولة العالم للمكفوفين تروح للمصارعة؟ اجابة مضحكة. مش هعديها لك يا احمد، مش هعديها لك. آية حمادة بطلة مصرية في رفع الاثقال، ونحيي كلنا البطلة المصرية آية حمادة، بطلة عظيمة ما شاء الله عليها. السؤال الثالث تكنولوجيا، محمد عزيز وسمير عبد اللطيف. ازيك يا راجل؟ يرضيك احمد وحيد؟ مين؟ يرضيك اللي عمله فينا دلوقتي ده؟ ده ليه حاجة بسيطة، ده احنا ما نشوفش الأوضة بقى، ده بيموتنا من الضحك. بيني وبينك أنا نفسي أعمل يعني دوكيومنتري على اللي بيحصل جوه الأوض بقى. أنا عايزك بس تحط كاميرا بس للأوضة بتاع أحمد وحيد. كاميرا لوحده بس، بيبدع. خلاص كده، كل ممثلين الكوميديا عارف البيت. تكنولوجيا، والسؤال هو: إلى ماذا يشير حرف التي في الاختصار IoT، والذي يبدأ بإنترنت أوف؟ إنترنت أوف إيه؟ Transformation. إجابة خاطئة. موضوع أسهل من كده بكتير. الجيل الجديد من الإنترنت، إنترنت أوف إيه؟
اهبد بقى تليفون. محمد عزيز إجابة إيه؟ مضحكة طبعا. لا إجابة عجيبة. Internet of Things. تخيلوا Internet of Things. شفتوا الموضوع بسيط إزاي؟ سؤال الرابع قدرات ذهنية. تسنيم وأمين. أمين وتسنيم. قدرات ذهنية والسؤال هو. حل المسألة الآتية. 94 × 5 ناقص 66 × 3 يساوي كام؟ إجابتك 272. إجابة صحيحة. برافو عليك يا أمين. كل مرة بتجاوب صح. برافو عليك يا أمين. 10 نقط. وكده النتيجة 50 جامعة السويس، 45 جامعة المنصورة. ودلوقتي مع الفقرة الثالثة، فقرة الفنون. الفنون. الفنون 4 أسئلة. سينما مسرح، أغاني موسيقى، لوحات ومعالم، وسرعة البديهة. 4 أسئلة ليكم انتوا الـ8 وتعتمد على السرعة. ايدين على البازرز. سينما مسرح والسؤال هو. من هو المونولوجيست المصري الذي قام بدور لبلب في فيلم عنتر ولبلب؟ عزيز إجابتك. شكوكو. شكوكو يا عزيز إجابة صحيحة. الراحل العظيم محمود شكوكو هي الإجابة صحيحة. وكده نتيجة 55 جامعة المنصورة، 50 جامعة السويس. السؤال اللي جاي في الأغاني والموسيقى وحنسمع أغنية الأول. أغاني موسيقى والسؤال هو. ما هي فرقة الروك الأمريكية صاحبة أغنية Whatever It Takes؟ Imagine Dragons. Imagine Dragons يا سمير إجابة صحيحة. المشاهدات للأغنية دي عدت 700 مليون، رقم مش سهل. نتيجة 60 جامعة السويس، 55 جامعة المنصورة. لوحات ومعالم والسؤال هو. في أي دولة عربية يقع برج كيان؟ عزيز. الإمارات. ارتفاعه 306 متر في الإمارات. عزيز. في دبي في الإمارات. إجابة صحيحة. عزيز خدها آي كيو أنا عارف. صح آي كيو. نتيجة 65 جامعة المنصورة، 60 جامعة السويس. الماتش رايح جاي فعلاً. 10 نقط هنا و10 نقط هنا. آخر سؤال في الفقرة سرعة البديهة. السؤال اللي جاي اللي هيدوس على البازر هاخد إجابته في ثانية. احتمال تحتاجه ورقة وقلم. سرعة البديهة والسؤال هو. ما هو حاصل ضرب عدد أسئلة فقرات برنامج العباقرة للموسم الثالث جامعات؟ ثلاث ثواني. انا جبت البتاع بس ما جبتش الرقم. عزيز هي هتتحسب ازاي؟ المفروض تضرب 8 × 8. 8 فقره اولى، 8 فقره ثانيه. لا 8 في 4، فقره ثانيه 4، فقره ثالثه 4، وبعد كده 10 اللي تحت الضغط. 10 تحت الضغط. 4 ضربات جزاء. كم سؤال؟ ما هو 8 × 8 = 16 و10 6 و26 و34 سؤال. فعلا 34 سؤال، ولكن الاجابه الصحيحه 20480. طار السؤال الأخير منكم انتوا الـ8. المباراة حلوة جدا، الفرق 5 نقط،
عشان كده المباراة دي هتبقى نهايتها صعبة. هنخرج فاصل وهنرجع مرة تانية مع الفقرة الرابعة، فقرة تحت الضغط والعباقرة. وبكده طلاب مصر جمعوا 50 نقطة في فقرة المعرفة والفنون، وكل نقطة ب2000 جنيه بما يساوي 100,000 جنيه، ويبقى الرصيد لحد دلوقتي 250,000 جنيه في خزنة البنك الأهلي لتطوير الكرة المصرية.